السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا دايما بألف خير. أقدم لكم أسعار صرف الدولار والعملات اليوم في مصر الثلاثاء 9/7/2024 من قناتي أنا وحياتي فضلا وليس أمر. أتمنى تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك. أولا، سعر صرف الدولار والعملات في السوق السوداء: الدينار الأردني 68.74 جنيه، سعر الدينار البحريني اليوم في السوق السوداء 129.11 جنيه، سعر الريال القطري اليوم في السوق السوداء 13.35 جنيه، سعر الريال العماني اليوم في السوق السوداء 126.54 جنيه، سعر الجنيه الاسترليني اليوم في السوق السوداء 62.09 جنيه، سعر الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء 158.97 جنيه، سعر الدرهم الاماراتي اليوم في السوق السوداء 13.25 جنيه، سعر اليورو 52.57 جنيه، سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء 12.97 جنيه، سعر الدولار الأمريكي اليوم في السوق السوداء الشراء سجل 49.67 جنيه، والبيع سجل 50.18 جنيه. بشكر حضراتكم جدا، بتمنى لحضراتكم الخير والصحة والسلام على الدوام. في الختام دايما أسأل الله لكم الخير كله عاجله وآجله.